أداء زورت وكورال مع هذا البلدي للموسيقى برئاسة الأستاذين الفنانين المقتدرين العربي بطاجين والأستاذ الفنان سعيد ركي بمشاركة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية وبمشاركة الفنانة العازفة على آلة القانون التلميذة أميمة علوي المدني الحاصلة على شهادة البكالوريا بمعدل 17.52 في مسلك العلوم الرياضية. تتحفنا المجموعة بأغنية نسمو الإسماعيل وهي أغنية مهداة من سكان العاصمة الإسماعيلية إلى عاهل البلاد بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، وهي من كلمات ولحن الأستاذ المرحوم البوزيدي عبد الواحد وتوزيع الأستاذ سعيد ركي. Thank you.
أما الآن حضورنا الكريم، نمر إلى فقرة توزيع الجوائز على المتفوقات والمتفوقين في امتحانات البكالوريا. حصلت على معدل وطني 18.97. مسلك العلوم الفيزيائية، يسلمها الجائزة السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة المكناس، فليتفضل سيادته مشكورا. هي عبارة عن حاسوب وجائزة تضم كذلك كتب ومنتوجات صحية بالنسبة للفتيات. التلميذة نهال الأمين من مؤسسة المامورية حصلت على معدل وطني 19.04، مسلك علوم فيزيائية خيار فرنسي، يسلمها السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فليتفضل سيادته مشكورا. التلميذة شيماء النبوس من مدرسة بيلفي 3 حصلت على معدل عام 19.11، مسلك العلوم الفيزيائية، يسلمها الجائزة السيد نائب رئيس مجلس عمالة مكناس، فليتفضل سيادته مشكورا. التلميذة كوثر الربيجة من ثانوية للا أمينة التأهيلية حصلت على معدل عام 18.13، مسلك علوم الحياة والأرض، يسلم لأبيها نيابة عنها الجائزة السيد والي أبن مكناس، فليتفضل سيادته مشكورا. السيد المدير للثانوية التأهيلية للا أمينة يتفضل نيابة عن أبو عبد التلميذة مشكورا. صورة جمالية للتلميذات المتفوقات رفقة السيد عامل عمالة الكناس والسيد مدير الأكاديمية وضيوف المديرية الكرام، تخلد لهذا العرس التربوي المتميز.
شكرا للسيد العام والسيد مدير الأكاديمية والضيوف الكرام. التلميذة بتيلة عمراني من ثانوية مرجعية حاصلة على 18.45 كمعدل وطني يسلم لأبيها الجائزة السيد نائب رئيس جامعة مكناس، فليتفضل سيادته مشكورا. التلميذ سعيد أشرف من ثانوية أناسي التأهيلية حصل على معدل 18.43 كمعدل وطني مسلك علوم اقتصادية، يسلمه الجائزة السيد القائد الجهوي للدرك الملكي، فليتفضل سيادته مشكورا. التلميذة أماني فاطمة الزهراء من ثانوية المولى إسماعيل التأهيلية حصلت على معدل 17.96 كمعدل عام مسلك العلوم الرياضية باء رياض عراقي، يسلمها الجائزة. سيفي الزبير من مؤسسة الضراوي ثلاثة حصل على معدل 18.71 كمعدل عام علوم رياضية باء قيام فرنسية، يسلمه الجائزة السيد رئيس جماعة رشور ستيريا، فليتفضل سيادته مشكورا. التلميذ أعراض حاتم من الثانوية الملكية العسكرية بالكلام حصل على معدل 18.10 كمعدل وطني مسلك علوم رياضية، يسلمه الجائزة السيد القائد الإقليمي للدرك الملكي، فليتفضل سيادته مشكورا. التلميذة إيمان كريمي من المدرسة الحديثة الخاصة الفاتح حصلت على معدل 18.93 كمعدل وطني مسلك علوم رياضية ألف خيار فرنسية، يتسلم الجائزة نيابة عنها الحارس العام للمؤسسة، ويسلمه الجائزة السيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة، فليتفضل سيادته مشكورا.
سلميدة هين بكر من الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب حصلت على وحدة 18.15 أبو عبد الوطني مسلك علوم رياضية خيار فرنسية يسلمها الجائزة السيد المدير الإقليمي للحاج فليتفضل سيادته مشكورا. Gracias.
مسلك علوم الرياضيات تسلمها الجائزة السيدة المديرة الإقليمية لمكناس، فلتتفضل. هذا